الأمير علي محتر. والآن أبايك أنتم وأنت قادر الأميرة هيان تيتسو. أوقفوا هذا العرس. ما هذا؟ كيف تجرؤ على إيقاف العرس؟ لا تصرخ هكذا في وجهي. أنا الأمير وأنا كبير الكهنة. أهلا وسهلا. أهلا بك حبيبي، وأنا المسؤول عن أمن هذه المملكة. المملكة لك، 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 التي ستكون ملكا لك في يوم من الأيام، أنت وأبنائك وأحفادك. وحفاظا على أمن هذه المملكة أأمركم بإيقاف هذا العرس. وما هي الأسباب؟ هذا العرس سيأتي بالخراب على البلاد. جاءت الحزينة تفرح، لم تجد لها مطرح. إنني أحبه يا كبير الكهناء. لوكا الأوي أمر، أحفادكم سيدمرون ما بنيناه. تخيل معي يا ولدي، الملكة كليوباترا العظيمة ستصبح سجائر، منها عادة ومنها سوبر. الملك رمسيس سيصبح محطة قطار. طيبة مجموعة مدارس لغات. النيل مجموعة قنوات متخصصة. أنت رجل أوفر، وأنا لا أفهم منك كلمة واحدة. إذن هل ترى معي المستقبل في البلورة؟ متنساش بقى لما تسيح بتاع اللي انت لابسها ديت، تبقى تعمل لي خاتمين حلوين كده. انت بتقول ايه؟ انا ادعوك ايها الامير ان ترى معي المستقبل. في هذه البلوره سترى المستقبل وكانك فيه. سترى العجب. سترى ما لم يخطر على بال أحد. سترى فيلما من أفلام السبك. محمد، مش أحمد. لما بنى جوهر صقل القاهرة، عمل في سورها الشمالي بابين، باب النصر عند بابا عبده وزيزو نتانة بتوع الكبدة والسجق، وباب الفتوح مفيش حد عند باب الفتوح بتاع سندوتشات. إنما بنى في السور الجنوبي باب زويلة، برضو مفيش حد عند باب زويلة بتاع سندوتشات. كل الحواري دي بقى كوم، وحارة برقوق المراكيبي كوم تاني خالص. علي طب اديني فرصة اشرب بقى ما عطشان قوي يا علي. دي جامدة، جامدة دي قوي، دي جامدة. مية مية دي مطعمها كده ليه؟ ده علي المراكيبي رمى السيجارة من نصها، قال يعني كده صايع. عايز منديل. خد مني انا المنديل علي وكفاية. انا اتضربت خلاص، وبعدين انا عشان بحبك انا ماسك نفسي. انا ممكن اقع من طولي على فكرة. ماشي يا سمير، انا هاخد منك المنديل، بس مش عارف اقصر الشر يا اخي. اما دي بقى هيام المراكيبي. حد جه شوف حاجه ولا ايه؟ بنت عم علي ايه والشهيره بهيام ساوند. انت بتضربنا علي؟
انت كل ده مش واخد بالك؟ اه بضربك يا سمير. يا اخي ده انا اديتك فرصه تقول لي مش قصدي يا اخي. لا قصدي يا سمير. مش انت سمير؟ اه. وانا علي. اي وده وشك ودي ايدي. اي اهي. والمصحف هعذبك يا علي. لا يا علي. لا ايه؟ لا انت كده بتوصلها للجحيم. بعد اذنك يا عمهم خرج نفسك بره الحوار ده. الموضوع ده يخصني انا وسمير بس. اخويا لا يا علي. اخويا لا يا علي. وليد اللي تتمدى اخويا طهره والكلام ده كله ليك يا منطقه. طب يلا بقى يا شاطر لم اخواتك السلاحف من هنا عشان ما اعملهاش معاك. يلا يا سيدي 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 يلا يا عملتها يا زيكو الكلب. مد ايدك عليا يا علي. انا اتضرب علي. وانت هاد لازم تتاكد كل ما تتضرب. اه يا سمير بضربك عشان انت عيل هافه ومش عارف تلم خطيبتك. وانا اخلاقي ما تسمحليش امد ايدي على واحده ست. انجان مد ايدك على الرجاله. اه يا سمير. يا اخي دي الرجاله بالرجاله والستات بالستات يا علي. وبعدين انتوا ولاد عم في بعض. انا مال امي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس ايه؟ طب بالنسبه لدراعنا يا اسطى، لولا ان قريبتك كنت اقسم بالله على الحرام من دين وعهد الله. كنت هتعمل ايه يعني؟ انا قلت اعمل حاجه، انا بحلف بس. وبعدين وام عيب صحتك انت بس يا بابا. بابا الاوراداتي بيتقلوا يا بابا. انا ابويا اوراداتي يا ابن امك يا تربيه ست. ست مين عدمت الربايه؟ ما تصلي على النبي يا جدعان. والله العظيم ده شطار دخل بيني. ما نستغل فرصه ان احنا قاعدين على قهوه واحده كده ونشرب حاجه والصبح خير. لا بقى مش هنتصالح. وانا قلت من الاول الجيره الهباب دي مش هتنفع. البيت ده لازم يتباع. مش هيتباع يا علي. هيتباع غصب عن عين ابوكي. ولو ما وافقتيش هجيب فوق وتحته وههده وساعتها هتبيع غصب عنك. هتهده ازاي؟ هجيب منتخب مصر يهده. عايز تهده؟ هات له جده. قول يا كل يوم يا عايز تهده. هاتوا جدو 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده الواد اللي شغال مع سمير. يالا سمير. اه اشتريته بسندوتشين كبده. بس بص فاخده بسم الله ما شاء الله. ده لو شاف في البيت مش البيت هيقع. ده الحاره كلها هتقع. ايه الورقه الرابحه يا اخوانا؟ صباح الفل يا كباتن. صباح العسل. انا عايزها تولع. عايز الرجاله دي تحس انها في كاس العالم. عايز البيت يقع من الحماس. بس يا علي سيب لي الموضوع ده. صباح تاتا. اتنين في تلاتة. الجماهير هنا عظيمة والأداء لازم يبقى جميل. حبيبي يا شلبوكش. حارة برقوق مستنياك يا علي. يا نهار أبيض. وادي علي. أكتر خطير. سامعين الصيحات من ألترا برقوق. عايز ايه يا سمير؟ انت جاي تهد البيت يا علي؟ اه يا سمير جاي اهد البيت. يعني انت جاي تهد البيت يا علي؟ بقول لك ايه يا سمير؟ انت هتقعد تتاكد وانا مش فاضيله. خد دي. الله 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 عليك يا علي. ايه الجمال ده؟ خلصت الكلام كله يا راجل.
بس يا عم بتسقفوا على ايه؟ ايه يا عم انت عامل لي فيها مس ولا ايه؟ فيها كبات تلعب على ايه؟ يا عم العب على اللي انت عايزه بس عندي شرط. شرط؟ شرط ايه يا عم؟ هجيب حكم اجنبي. الله. خلاص يا عم مرعي احنا في المدافع فكل يا عم على الله. ولا ايه عندك طلعتين النهارده يوم ده العنوان اللي هتفرش فيه العزاء وده عنوان الفرح. ماشي ماشي ايه ما تخلص مستني ايه مش يمكن في اي عناوين تانيه هنستظرف فنستظرف هدول ناقصك انا كده يا اسطى تبقى انت ورد عليا اسمها ست وردة يالا ملاحظ انك بتتكلم على مراتي مراتي ايه ده هو انت اتجوزت وردة عرفي لا بس ان شاء الله ناوي اتجوزها عرفي هتتجوزها وتورث المحل والتاكسيات والبيت اللي ورثته عن ابوها ايه ده اللي انت بتقوله ده يالا انا هتجوز ورده عشان ورث ابوها امال عشان ايه عشان ورث امها طبعا يا ده افهم يالا البيت وحدانيه ومن ساعه ما ابوها مات انا اللي ماسك لها كل فلوسها وبدورها وبعدين عبيطه زي ما انت عارف يعني ممكن اي واد شلح يلف عليها بكلمتين ويكيسها وياخد الفلوس ويجري يبقى انا اولى من الغريب يالا ده ايوه يعني انت اصلا عايز تسرق فلوسها يعني مش سرقه عايز اقلبها انصب عليها كده يعني انت اصلا حرامي وواطي وزباله وزي ما تقول فيا قول طب كلم اكلم مين ورده ورده بقى انت عايز تتجوزني يا علي عشان فلوسي مين الكلب اللي قالك كده انا لسه سامعاك بوداني بتقول عايز اتجوز ورده عشان اسرق فلوسها اغص عليكي يا ورده اغص عليكي اخر حاجه كنت اتوقعها ان انت تشكي فيا انا شكي فيك ايه بقول لك سامعاك بوداني تكذبي ودانك دي يا بنت وتصدقيني انا لسه بقول لدقله مش هسمح لاي واد صايع يلف على ورده ويسرق فلوسها ويجري تشكي في هنا تشكي في علي يا بنت تشكي في الحب طب خلاص يا علي والنبي تشكي في الموز فوق السطح يا بنت وبير السلم تشكي في هنا خلاص يا علي والنبي طب قول لي اراضيك ازاي لا يا ورده انا زعلانه يا ورده والنبي ما تزعل ما تصحيني تعملي لي اي حاجه تطلبها منك اي حاجه اي حاجه ورحمه ابوكي تشوفي لي معاكي 100 جنيه سلف عشان انا اشكوك حلو الورد ده قوي يا هناء جبتيه منين ده انا موصيه عليه من شهر خوف هي اللي مختربنا في الرحله بس انت شايفه انك استعجلتي على جوازنا شويه اعمل ايه هي اللي اثرت فضلت تقولي بحبه 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 ايه ده تعالي معايا بس زهقتني زهقتني ايه ده بصوت قطع اهو هو كده يا غبي دي حركه غبي استاذ سمير اتاخرتوا كده ليه معلش اخر مره المهم تاخدوا تعليمات الحفله طبعا انت عارف مفيش اغاني مهرجانات لان الاغاني دي تسبب حاله هياج للعروسه كيف لو قلت الادب دي قلنا الاغنيه بيبقوا صرحه شويه وطبعا زي ما انت عارف ما دام انا عارف ليه بقى نعرق ليه ما نركزش احنا في الاغنيه الجديده لان انا محضر لكم النهارده اغنيه جديده نوفي من مجاميعه اتفضلوا يا مدام اتفضل يا باشا ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله متشكر يا علي تؤمر يا باشا متشكر علي انا عايز عزاء على اعلى مستوى المحافظه يجي مدير الامن وكل اعضاء مجلس الشعب تقريبا يا باشا اعضاء مجلس الشعب هيتمنوا مجلس الشعب يولع بيهم عشان يتعمل لهم صوان زي ده باذن الله امين يا رب قصدي عايز حاجه كويسه جدا لا يا باشا ما تقلقش ايوه هات يا دول ما نورتش ليه يلا بدري من عمرك اروح امك انا داخل انا والباشا هات دور اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل يا دول ايوه ما نورتش ليه يلا يا اسطى كله جاهز نور الليله تعيش يا باشا نعم تعيش وتفتكر ان شاء الله ثانيه واحده يا باشا الغلط ده هيتصلح حالا ازاي هتصلحه ما تقلقش انت جاي تصلحه استوري نفسك بتعملي ايه انتوا بتنقلوا ايه ده عايز ناس محترمين تعالى يا دولة ايوه انتوا بتعملوا ايه ده عايز ناس محترمه ده بتقولوا ايه الليله عيد يا اسطى ايه الليله عيد الليله يلا يا سعيد طفي النور يلا والان انا الان موعدكم مع نجمه ليس كالعاديه نجمة ليست كالطبيعية نجمة في مستوى المستمع المتوسط النجمة التي رفضت دوينتو دوينتو يا هبل
دويته يهبل مع راجل علامه عشان والدتها في المستشفى تعبانه. يا سلام على التربيه والتعليم. الفنانه صاحبه الاغنيه الشهيره طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي. الله يا استاذ. الله بجد؟ اه. هقولها تاني؟ ايوه استاذ. انا بقول طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي. سواق يسوق في الضلمه مطلوب يسوق ازاي. طارق ذي بلا اقمشه يعمل قميص ازاي. طائر يطير ازاي. سواق يسوق ازاي. يا منفسن ايه قميص ازاي يحمس. ايه منفسنة دي؟ انا عارفه طول عمرك بتغير مني. انت اللي انانيه. ما تسيبيني اكمل. كانوا هيسقفوا. يسقفوا لك ايه يا ابني؟ انا جمهوري اشتاق لي. ايه سمير يا جماعه؟ كلاب يا سمير. تعرفتي جايبني يا سمير اغني فرح كلاب؟ كلاب دفعت لنا اكتر من البني ادمين. ايه في كلاب سميع؟ انا اول مره كنت اطلعت من كلب. ازاي تجرأ على موهبتي كده؟ ازاي تعمل فيا كده؟ انا ما بغنيش لكلاب يا سمير. لا انا ممكن اغني عادي. انا نفسي افهم يا اسطى يعني براندا بتعمل ايه ده كله جوه العربيه؟ بتستر نفسها بحاجه. ما عندناش نسوان تمشي ملط في الشارع كده. انا مش فاهم انت ازاي مرتبط باتنين في نفس اللحظه. مين الاتنين دول يا ورده وبراندا؟ لا ده انت غبي. يالا قلت لك ورده دي هتبقى مراتي. طب وبراندا دي اللي هخون مراتي معاها؟ يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد واحده سفله تعرفها قوي سفله جدا؟ يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد رقاصه تعرفها؟ راوي نقطوها ولما انا النقطه. يعني انت قصدك يا اسطى ان براندا دي مجرد واحده شمال تعرفها؟ شمال 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 بس يعني. طب كلم يا اسطى. اكلم مين؟ براندا. الله تاني. طب خليك بقى رايح فين. هاي بيبي. هاي. انا سمعتك بتقول عليا شمال. يعني ايه شمال يعني؟ يعني ايه شمال يا دقلة؟ شمال يعني شمال يا براندا يعني يقف في الحته الشمال. يعني انت في القلب يا بنت. ويلا يلا نجري على فوق. يلا اتاخرتي. يلا بكره 11 ونص في الكباريه. روح قلبي. ها تعال هنا. رايح فين؟ قمر يا اسطى. ليلى هلولا. بسم الله ما شاء الله. اللهم قوي ايمانك يا بركتنا. الله اكبر. انا مؤاخذه يا ماما. تحياتي لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا النبي. السلام علينا. يعني افتح النور ولا اقفله؟ اما اللي ما تتحري فيه ايه؟ بسم الله الله اكبر. مالك يا اما في ايه؟ سلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته. يا اما انت بتعملي ده؟ انت بصلي عينك في عيني وبتكلميني. يا اما صليت ايه دي؟ سلمي واطلعي من الصلاه وكلميني ازاي بكلمك كده. السلام عليكم. يا سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. يا غبي عمال اعمل لك كده عشان اقول لك ان انا عملت نسخه من مفتاح شقه عمك، وبكره الصبح الشقه فاضيه مش هيكونوا موجودين. تخش وتدور بسرعه وتجيب لي حجه البيت. وانا المفروض افهم كل ده وانت بتقري التشهد؟ وبعدين يوم ما في حد يفكر في السرقه وهو بيصلي؟ ايه خد القلب ده؟ اعمل ايه عشان مره في حياتك تصلي ركعتين لربنا بنيه خالصه؟ وديني يا عمر. لا خليكي كده احسن. ربنا غفور رحيم وبيتقبل. فين المفتاح؟ وكمان جبت لي عربيه. قلت لك مفيش حد هنا. وبعدين احنا جايين نسرق يعني؟ ما احنا جايين نعمل ايه يا اخويا؟ انا اخويا جاي نسرق العقد. يا غبي طب بتشتم ليه يا اسطى؟ يعني كنت بستفسر. يا ده انا مفتاح سوق ده فيه ايه؟ حمار. او انت اللي حمار. تشتمني ولا تشتمني؟ ما انت اشتمت الاول. صلى على النبي يا حمار. مين ده؟ انا شريف. شريف مين؟ شريف مجدي البغبغان. اللي اعرفه ان البغبغان ده بيسمع كلامه يعيده تاني بس. سوري ده بغبغان قبل على نفسه كده. وده كان قبل الثورة. لكن بعد الثورة احنا كبغبغانات لازم نعبر وثقة في اللي هنتكلم. ايه ده؟ ده بغبغان محمد رمضان. يا تقلي دم امك. ماشي يا علي. بس يا ايه اللي انا بعمله ده؟ وقت بتكلم مع بغبغان. تعالى يا خش جوه. استنى انا عارف مكان العقل. عارف مكان العقل؟ طب ما تقول لنا هو فين يا استاذ شيرين؟ اهو بقى لفوا كده هتلاقوه في وشكوا العقد داخل عليكم. اخبيا وكل مره بتيجوا عشان تسرقوا العقد بقفشكم. بس انا المره دي مش هتيجي حقي. وحياه ربنا اللي هفضحكم في العماره وهجيب حقي كويس يا سمير. ايه يا ابني السرعه اللي انت فيها دي؟ ده انت لو ما بقيت واتساب كنت خدت وقت اكتر من كده. انا عايز اعرف حاجه واحده.
انت ايه اللي دخلك الشقه عند خطيبتي؟ ما تسال خطيبتك، انا كنت واقف وهي اللي دخلت عليا. سمير سمير، هي كلمه واحده بس، دخلت لقيت في بيت خطيبتك شحتين، هتعمل ايه يا ذكر؟ انت لو دخلت على خطيبتك الشقه ولقيت معاها شحتين هتعمل ايه يا ذكر؟ هروح انادي اخواتك يجوا يدوا له علقه. هروح انادي اخواته يجي يدوا له علقه. يلا يا سمير فيكو، خليك انا اروح انا ادهنهم. شكرا دول اختمك في خطيبتك. خلاص كفايه هتتعبوا. انا متاسف جدا، بس ممكن ااجل السفاله وقله الادب دي واسال سؤال؟ انت مين يا عم؟ انتوا عايز ايه؟ مش ده بيت الاستاذه علي والاستاذه هيام؟ ايوه هو بيت الزفت علي والزفت هيام. سيبك يا جدع، سيبك يا جدع. خلاص، هو مين حضرتك ومين اللي معاك ده؟ مستر توم كروز. امبوسيبل. فعلا هي مهمه صعبه. ما تهدي شويه. وحضرتك تطلع مين؟ انا انيس عبيد بتاع الترجمه. ايوه قول وربنا. انت بتابع؟ والله يا استاذ بشوف كل جمل حضرتك بس بتعدي بسرعه كده، بلحقش اقرا. شفت لي كابتن مصر وزنقة ستات؟ زي العسل يا استاذ. ترجمتي؟ ما كفايه تفاهه بقى، خلينا نعرف الناس دي عايزه مننا ايه. ايه يا عم انيس، انت وتوم كروز بتاعك خير؟ عمره شوف، احنا عايزين نخرجكم من البيت الزباله ده. تخرج مين انت؟ اتجننت؟ اهدي بس يا مظاهر، انتوا من النهارده خلاص مش محتاجين بيوت، انتوا ورثتوا مقبره. انا فاهمكم ببساطه، مستر توم كروز يبقى خبير اثار عالمي جاي النهارده عشان يقول لكم انكم ورثتوا مقبره مليانه اثار. لا انا مش فاهمه حاجه خالص، انت لازم تفهمنا واحده واحده. انا هقول لكم. جدكم الامير علي الحطب واسمه الحركي بيس، هو الابن السابع للملك حنتيس. الله يرحمه، كان اسمه على مسمى، كان راجل بيس فعلا. في يوم قام من نومه على كابوس رهيب. الحقيني يا عمبا كده تموي يا بعيد، ارزعتني من احلته نومه. انتظري هنيها، لقد حلمت بكابوس رهيب. حلمت خير، اللهم اجعله خير، ان في عصابه شريره هتسرق كل حاجه، الهرم وابو الهول والمعابد، حتى مجوهراتك وسيختك هيتسرقوا من البيت هنا. يا مصدق. بقولك ايه، اذا فقد حلق واحد او اسم الثعبان من بتوعي قسما عظما لبعتك مقبره صبر عند امك سعديه بلبوس. لا عايزين انا لابس حاجه، ما انا مشلح اهو. الصبر، انا ده اجتماع هام اليوم مع الوزير والكاهن في تمام الساعه 3 بي ام شارب، بس اجد الحل. توريني التاج ده الله يسترك. اتصرف يا عالم حطب، الرب معك، كحلاتي ومجوهراتي. ما خافش لا على المسلات ولا المعابد ولا الهرم ولا فيصل، خاف يرجع لأمه بلبوس. حكى الحلم لوزيره المخلص. أيوة يا وزير سمرميس. هو جت حل؟ الحل يا مولاي عند ساحر السيرك الفرعوني الساحر ميدحت. انت متسقف على ايه؟ ما هو بدأ ميدحت؟ هذا اسم فرعوني؟ ما هو ساحر بقى يا مولاي. تفضل يا ميدحت. انت خايف؟ انا خايف؟ امال جايب امك ليه هنا بتونس بيك؟ يا ابو امك دي انت بتكلم على تار، بتكلم على تاس ولا ايه؟ انت بتكلم الملك يا كلب؟ هو ده الملك؟ انا اسف والله العظيم يا ما اعرف، والله العظيم مطبق من امبارح ولسه شايف سجاير بانجو مش فاهم. بانجو انه يقصد يا مولاي بعض من حشائش السافانا في غاباتك يا مولاي. انت معاك فلوس؟ انا معايا فلوس؟ يا ده انا الملك هنا مش جوز امك، انت في ما تفهمه حاجه ده. عايز تخبيها؟ عايز اخبيها. اما تخبيهم معايا. انت جايب لي ساحر حرامي ده عايز ياخد الفلوس. خلاص خبيهم معايا. انتوا جيتوا تصوموا عليا يا ولاد الحراميه. واد يا مدحت، عندك حل ولا ما عندكش؟ قال لي ايه بس؟ والله انا ساحر غلبان، بس في فرخه، اطلع ارنب، انا مالي. انت جايبهولي ليه؟ والله يا مولاي انا لقيته في المملكه يا مولاي، وهو حلف لي ان هو ساحر، انت مش حلفت انك ساحر؟ اما الف كدب فيه ايه؟ كدب يا كداب ليه؟ ولا انت بجد ساحر يا انا طويل في السن اهو. طويل في السن واحنا بنتكلم في التليفون يا كذاب، ما انا شايفك. وابونا بنزل بتوقعني مع انت ملك. بيس راح لقى سمرميس قاعد مع ساحر المعبد مدحت. اللي اقترح عليه يدفن كل المجوهرات في مقبره، وانه يعمل له عليها تعويذه
ما تفتحش غير للحفيد رقم 555. دي مش كولونيا على فكرة. بيس أمن لهم ودالهم ظهره لبرها. للأسف حاولوا يعملوا معاه الجلاشة لكن مين؟ ده بيس ابن قرود. يعني المقبرة دي انا هقوله ما تتخضوش، 500 مليون دولار. واو الحق. معاك عربية نروح بيها ولا ناخد تاكسي؟ ده بقى باب المقبرة اللي مش هيتفتح الا بوجود الحفيد رقم 555. حفيد رقم 555؟ يس. طب جده بعدها على نفسه ليه كده؟ ما كده عمره ما شاف المجوهرات لا هو ولا سيدته الله يرحمه. عشان كان غبي. ايه؟ والوزير اللي معاه غبي، والكاهن اللي معاهم هما الاثنين اغبى منهم هما الاثنين، عشان كده رجع لامه بلبوس. انت ازاي تتكلم على جدنا كده؟ ما تنطقش. شفت مين وانا اعرفه؟ بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ مين اساسا الحفيد رقم 555 ده؟ ابنك. ابننا؟ من هيام. ايه؟ انت عايزني اتجوز واخلف من البني ادم ده؟ اتنقلي وانت بتقولي؟ بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ انا هقريك الليله. انا والبيت دي اساسا ما بنتهش بعض. انا عندي فكره. احنا نجيب 2 مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب ده ونخش نجيب الكنز، ايه رايك؟ 2 مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب واجرتهم عليا كمان. مش هينفع يا عم القور. الله ليه بس؟ اي محاوله غير اللي انا بقول لك عليه ده اهو المعبد كله هيتهد فوق دماغنا ده ونضيع كلنا. فتلموا. ها هتتجوزوا؟ طالما نفختي كده يبقى هتتجوزوا. انا قررت اتجوزك بس على شرط. لحيني يا معلم. هيام عندها شرط عشان تتجوزني. ايه هو الشرط يا اختي؟ انا هتجوزك بس هفضل بنت منوت زي ما انا. انت بتضحك عليا يا راجل. انت تيجي ازاي يا بنت؟ ها تيجي ازاي؟ اتصرف راجل انت ولا مش راجل؟ والله الرجاله بيتصرفوا. انا راجل غصب عن عين ابوك اللي قاعد ده، بس لو عملت اللي انت بتقولي عليه ده بقى مش راجل فعلا. مالكش عندي غير ورقه الجواز، لكن احمل واخلف وارضع واقرع ماليش في الجو ده. انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. قلت لك اتصرف. اتصرف ازاي من وجهه نظرك؟ على فكره في رجاله كتير بتعمل عمليات تحويل وتقلب ستات وتحمل وترضع عادي. عايزاني اعمل عمليه تحويل؟ عليا النعمه لو ما اتعدلت يا بت لحولك لذكر بط. انت فاهم ولا لا؟ بس بقى اسمعوا، انا جمعتكم النهارده علشان عايزين نعمل هدنه من الخناقات اللي بيننا وبين بعضينا. تصدق اول مره في عمرك تقول حاجه عادله. تسلمينا يا ام علي. وبعدين في حاجه كمان، الراجل اللي اسمه توم ده عارف عننا وعن عيلتنا كل حاجه، واحنا ما نعرفش غير مكان المقبره اللي هي التربه دي. نضمن منين احنا بقى ان الراجل ده ما يروحش ياخد الكنز اللي في المقبره دي ويفلسع ويسيبنا احنا بلابيص؟ صح، انا شايف ان احنا لازم نراقبهم ونعرف كل تحركاتهم عشان ما يغدروش بينا. صح، تصدق بدأت تفكر كويس. سلا ايوه، بس مين اللي هيراقبهم؟ مين اللي هيراقبهم؟ لا مؤاخذة بس علي، في 10 كراسي اتكسروا في الفراشة تحت. في ايه؟ تبص لي كده ليه؟ وربنا ما انا اللي كسرتهم. يا الله، طب ما السياحه رجعت اهي. السياحه ولعت. مش هنتجوز بقى يا علي؟ اتجوز ازاي يا ورده؟
انت حطيت العقده في المنشار وقلت لي عايزه شبكه وشقه وفرح، اجيب منين؟ إيه؟ مش انت ورثت؟ لا لسه ما ورثتش، عشان اورث في وصيه معينه لازم انفذها، وده الموضوع اللي انا جاي اقول لك عليه. موضوع ايه يا هيام؟ ورطرتيني. انا مش عارفه ابتدي منين وانا عارفه انك رهيف ومش هتستحمل. من الاخر كده، لو ما اتجوزتش البنت هيام وخلفت منها مش هورث ال 500 مليون. طب ما كنت قلت كده من الاول. مبروك يا هيام. اوبا نكمل. تمام، شاكر قوي يا دقله. ربنا يخليك. دقله يا باشا، ده يا باشا حرام عليك، حرام عليك، ده انا متنكر ليه كده؟ هو انت شكلك ما كانش كده؟ يا باشا انا انسان طبيعي. انسان طبيعي؟ هو في انسان طبيعي اسمه دقله؟ تعال تعال حبيبي تعال. حرام عليك والله العظيم، ده انا تعبان معاك من الصبح والله. شوف يا دقله، انا عاوز اعمل معاك ديل. ليش؟ مش هيفهم ديل، هو الحاجات دي مش هيفهم. مرمه، سبوبه، نحتايه. مصلحة. مصلحة. أيوة. مصلحة ولا مروحة؟ مصلحة ايه يا طيب؟ هقول لك انا عايز عليك ما تغفلش عن الواد اللي اسمه علي والبنت اللي اسمها ايام لغاية ما يخلفوا لنا الورث. ما ينفعش ما ينفعش يا باشا، انا اصلا المفروض برايب كنتوا وانا الاخبار كنتوا. ولد ده جميل. تفتكر مستر توم الايتمز اللي معايا ممكن تخليه يتزحزح؟ اصل انت ما تعرفش دقله زي ما انا اعرفه. عارف اني واحد تاني واللي باقي واحد تاني وانا مستعمل غباء الاولاني. اقفل الزفت ده، مالك فيه ايه؟ انا جيت عليك يا علي، كسرت كام كرسي؟ ما كسرتش، سرقت من راجل المحل. يا ريت. امال حبيبت ايه؟ انا خاين يا علي، انا برافك انت. اقول لي انيس وتو بعتني بكام يا زباله؟ 3000 جنيه معلومه. قولي وربنا. والله العظيم. وندمان يا ابن العبيطه، ده انا لو ادوني 50 جنيه اروح بنفسي ابلغ عن نفسي. يعني اكمل عادي؟ كمل ياض ودوس. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك تبقى عميل مزدوج كده. يعني اخد 6000 جنيه؟ لا، هتاخد نفس الثلاثه ونقسمهم انا وانت مع بعض. اه بس ده يبقى غش يا علي. غش ايه يا؟ غش ايه؟ ده انت هتبقى زي رافض رجال. بجد والنبي؟ هو النعمه. ماشي. ربنا معاك يا دقله. ربنا معاك يا علي. دقله. مصر. فيه ايه؟ هما لما بيقولوا مصر بيحضنوا بعض. مصر القديمه فيها فرح هتتنيل، تروح تفرشه بعد بكره. يوه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الفيو؟ عمار يا مصر الحقيقه، عمار. فرحكم ان شاء الله هيبقى تحت سفح الهرم. الهرم شكله اتغير قوي، وبعدين انا عندي تساؤل، يعني هو ايه اللي جاب ابو الهول جنب الهرم كده؟ بلد مزنوقه يا ابني. بيبيعوا عصارات؟ لا مش ده المعنى. نصب احنا لازم نقف جنبها. بقول لك يا راجل يا نصاب، انت قلت لي هتعمل لي فرحي في الهرم، انا هنا فين؟ احنا في مدينه الانتاج الاعلامي. فين؟ مدينه الانتاج الاعلامي اللي بيعملوا الافلام والمسلسلات والسيركم. ليه عملت فيا كده؟ ما وديتنيش الهرم ليه؟ زحمه جدا وغالي طحن. غالي ايه وانا هشتريه؟ هتعمل لي فرح في مدينه الانتاج الاعلامي؟ ده عمرو اديب ولميس الحديدي ما عملوهاش. طب في مفاجأة تالتة هقولها لك ولا ايه؟ لا لا قول خلاص قرب. واحنا جايين مع بعض في العربية قال لي في مفاجأة، ان شهر العسل بتاعكم هيبقى في الأقصر وأسوان. حلو ده. اشمعنى الاثنين؟ الأقصر وأسوان حيث المعابد والآثار، فنفتجر الورث واللي ها ها. على فكرة بقى نزلة السمان هتدي نفس الإفكت. نزل السمان تجيبي بنت بالكتير، واحنا عايزين ولد الورث وتلمي بقى. ما تتنيلي تقعدي وتسكتي، دي بتوفر لهم، عايزين نتفسح. حلو الأقصر وأسوان والجو ده حلو. لا لو فيها فسحة بقى أنا مش هسافر من غير سمير. أنا ما بسافرش من غيره. أوه إريال بيقول لك. ما ترجمش يا ريس، هي واضحة ومفهومة لوحدها. ويسعدنا ويسعدنا حبيبي عبد العزيز حبيبي. يلا ينزل يا استاذ انيس. الشنط دي انت سارقها ولا ايه؟ سارقها؟ جايب لكم لبس براندات وسينيهات يا بتنضفوا بقى. انت شايف مراتك لابسه ايه؟ انا ما شفتش وشها من ساعه الفرح. حلوه دي يا جدعان، الناس نظيفه قوي. اوبا صباح الخير. صباح الخير، مبروك. سعيكم مشكور. مبروك يا عروسه، ما شاء الله زي القمر. ميرسي قوي. شكرا.
والله لو عجبكش هنا ايه ده شالوا حطوا عليك يا بعيد بعدين شايف يا استاذ انيس اللي بقى مش هيجيب على العصايه ده بره الموضوع مش دعوه علي علي يا علي عليا النعمه تتعمل معاك الصح ولد معلش يا فندم دي طقوس الجواز عندنا زي ما تقول كده سلو بلدنا وات از هي دوينج بيقول ايه ده كمان بيقول لك ثلاثه بالله العظيم لو ما تلميتها ولاد الكلب يا زباله لا نمشي ولا هتطول ولا ورث وكمان هنسيبك تدفع الكود ايه كل الرغي ده هو قال وات از هي دوينج طب اتفضل شيلها على اوضتك شيل مين او بقى والله ادو لا ده ايه ده يا حيوان ده دول مين الحته دي يا عشان تعرف بس اللي احنا مش قليلين ده عشيقتي ولا يا سعاد Sorry, I don't understand. What are you talking about? أنا وسبت لي بس أنت نفسك أقسم بالله والمصحف الشريف وعهد الله والله العظيم ما هتعمل حاجة ده ريحنا بس بقول لك إيه ركزي معايا أنا هفنش المصلحة اللي في إيدي دي وأجي المولية تساوي أوكي؟ المصلحة يا قاتل شي لابس مين بتموت فيا يا بنت العضادة فين يا عم الأوضة؟ اللي جاية دي على طول وأنت لازم تاخدها بعيد قوي كده أنا ظهري وقف على ناصيتين أصلا كنت تتفضلوا معانا أحسن نو انت بتقول ايه يا عم مش وقتك خالص حتى دي مش فاهمها ولا اخش عليها بلدي واخلص ايه الادب والسفاله دي يا بني ادم انت راجل عاوز يطمن عليك يا حلوه يطمن على ايه يا بنته بس يا عم كده بس بقول لك ايه يا نجم ما بعتلكش اكله حلوه عشان ترفع راسنا اهو النبي انا واقع من جوه وحط العصايه دي على البنت بتاعتي لا ده البنت بتاعتي دي لا ده انا عينيا حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام حاسس ان انا شايل ذنوب يوم القيامه بس اتفرج على التلفزيون في ماتش النهارده الاهلي مفيش فرجه على التلفزيون هات صح عندك حق مفيش وقت نضيعه تعالى اقول لك ايه عارف انا مستني اعمل فيك ايه عشان فضلك خليتك دي بقول لك يا بنت انت اصر على نفسي شادر ليمون وهبلعك بكوبايه ميه عشان اخلص من الليله السوداء دي هما 9 شهور لازم نجيب العيل تعالى لا علي بلاقة لو جربت تلمسني تاني هقتلك بجد المره دي يا بنت المفتريه انت قطعت نفس عمري انا اصل لو عايز اقرب منك مش هعرف قول لي ايه انا ماليش في الكلام ده انا هتبين اقول للاستاذ انيس وهو يبين يشوف صرفها معاكي ارهاب الزوجه وعدم اشعارها ان هي ده النهارده واجب قومي عليها واجب وطني لابد انها تعمله والا هتتحاكم واحيانا كتير بيبقى غير موافق لدرجه ان هو ساعات بيهددها هقول لوالدتك هقول لباباكي هقول انا هندها بقى لامي وتيجي تشوف حل معاكي انا بقول الكلام ده بيحصل لا انا قلت اقول للاستاذ انيس لا دكتور هل بالضروره انه يحدث يوم الدخله الدخول يعني ولو ما حصلش يبقى يعد هناك مشكله في رقبه هتطير هيكون في مصيبه يا استاذ عمرو امال هم سموها ليله الدخله ليه ما كانوا سموها ليله المرادفه ايه الكلام ده ايه يا ولاد سكتوا ليه ده احنا متابعين من بره وفرحانين قوي ومزقططين في ايه ايه يا عم في ايه صنطوا علينا ولا ايه انيس والنبي خدني من هنا دلوقتي حالا اخدك من هنا ايه عمل فيك ايه الحيوان ده حسابي معاك بكره بكره احنا لسه هنستنى لغايه بكره انا مش هبات معاه النهارده ايه دي بس هتدي له حبايه من الشريط ده قالوا عصير ينيم جمل حبايه واحده اوعى تدي له اكتر احسن سكت قلبيه واحنا محتاجين الميه انت بتقول لها ايه يا عم ابدا سلامتك جايبلكوا عشا يا ولاد القرود يجيب كتيبه مش عيل واحد ميرسي لا العفو انت لسه مغيرتش هدومك يا علوة؟ هلو يا بنت تصاحبيني ما تظبطي غير هدومك بقى عشان نغيظ استاذ عمرو الليسي هو في ايه بالظبط انا الحقيقه بضعف قدام الاساليب الحقيره دي مش اساليب ولا حاجه الله مش انت جوزي وحبيبي وحلالي انا بقول كده من الصبح بقول كده انا علي ايه يا حبيبي علي ريحتك وحشه انضف من ريحه امك الزباله ما بطل انت ادب بقى يا بنت اتحولت تاني ولا ايه يا حبيبي ما انت اللي بتنرفزني خليك رومانسي خليك رومانسي واشرب العصير ده وخش خد دش على ما البس لك قميص النومه عشر ثواني وهجيلك مش محتاج دي يا خواجه خد نبت القرود انت معلم منك بين اتعلم نموت علي يا بنت انت معلم وايه علي علي يا بنت
اكلها ده عيب كده، ده انا اكلها بدقه. روح يا تم خش خد دش. ايه الكرش ده؟ فين النسوان اللي هنا؟ النسوان يا علي، النسوان يا ولد، فين النسوان اللي هنا؟ فين النسوان يا ولد؟ وبعدها لك هفضل عيب وزيد فيها كل شويه. هو طلب واحد من ساعة معرفتك مطلوب منك حتة عيل، مش عارف تجيب لي عيل؟ حتة عيل! ايه يا استاذ انيس؟ انا كان عليا انا العيل ده ممكن اجيبه ان شاء الله من دقله. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ وانا عشان شعر طويل وخدت البت مني ونزلت البسينه تفهمني غلط ولا ايه؟ بس هادي تراخى. مش عارف تجيب حتة عيل؟ وريها العيال الحمراء. استر الله دولها. ذبح لها القطه. من عينيا الاثنين، هذبح لها القطه بس بكره الصبح. النهارده العباد في قطك. نعم يا اخويا. لبس المشلح ده وخارج على فهم الغير اذني. وانت مالك؟ انت بتمد ايدك عليا يا علي؟ انت جامد؟ انت خلاص خالص؟ انت متجوزة علي مراكيب يا هانم اللي هيسبحك بعلقة ويمسيكي بعلقة ويضربك لحد ما تقولي كفاية؟ كفاية ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ايه شفت ايه؟ مراتي وبتضربني عادي ما فيهاش حاجة يعني. I can't believe I lost my cat. Really, I lost my cat right now, please. يا فندم 10 دقايق يكون موجود. يا ابراهيم. اظن مش محتاج افكرك ان القطه دي امريكيه، يعني لو حصل لها اي حاجه كلكم مرفودين. انت ايه اللي جابك واللي انت شايله في ايدك ده؟ ده ثعلب قطه يا اسطى. في ايه؟ ايوه جايب قطه ليه؟ مش قال لك بحلال القطه؟ ايه يا حبيبي؟ بحلال القطه. طب اتفضل اخد القطه اللي انت جايبها دي واتفضل من هنا انت وهو بدل ما هو. Please do something for me please. I really need my cat. انت القطه دي بنت انت بتعمل نفسك بدل ما تذبح القطه دي وتبيعك انت كمان. اسمك مكانك هو هتذبح القطه ويذبحنا انا عادي. حضرتك امريكيه؟ حضرتك انا اول مره اشوف الكات دي دلوقتي حالا. يا فندم احنا متشكرين جدا، مش عارفين نشكرك ازاي على حضرتك عملته معانا. انا على فكره سبت عشان مستر انيس بس. فين دقله يا عم؟ انا مش همشي من غير دقله. لا دقله بيكشفوا عليه بيعملوا فيش تشبيه، شاكين انه عليه احكام وهربان منها. شاكين ايه؟ ما هو عليه احكام فعلا. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ما تخلص انت كمان من الموضوع ده وانا محتاج مساعده. مساعده مين يا جدع؟ ده انا ساعدت نص عرسان مصر. اكثر الطرق للمراه قلبها. دي ما عندهاش قلب يا استاذ انيس. كوزين دورة كلمتين حلوين كورنيش وادعي لابو انيس. والله انا شكلي ادعي عليك. ما تمشي بالراحه شويه، احنا داخلين سبق. والله ما حدش قال لك تيجي تمشي معايا. يعني سيبك تمشي لوحدك. تيجي نروح ابو سمبل عشان نخاوي سمبل. ما تقابل يا داكر. ايه؟ شوف شوف جميل. مال عينيك هنا ولا ايه؟ لا مش مال عينيك يا ابو طويله. يا راجل السفر مش متوقع خالص ده. تيجي معانا وسيبك من لا 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 وكباتر كده كتير. والله العظيم كده كتير. بقول لك ايه؟ واضح كده ان هم عايزين حد يروح معاهم. انا هروح معاهم وانت روحوا. اجري! ايه يا نيك؟ يلا! هو في حد بيعدي في الشارع ده ولا ايه؟ اللوع ياما كانت على يا استاذ انيس ما كلهاش حرامي خشب في مصنع الكراسي. لو العيال ايه محترفه يديك يوجعك وما يعلمش عليه. يعني انت يا اسطى لازم تعمل فيها عنتين الاقصر. ايه يا دوله مراته بتعاكس كده يعمل ايه يعني؟ يعمل عبيط. لا انا ما اسمحلكش. او علي فيه كل العبر. اه بس أوه. علي راجل. معلش يا حبيبي. بس علي ايه؟ علي راجل. الله. نجيب اتنين ليمون شجره صغننه كده وقلب. دقلة يلا بابا عشان نروح معبد فيلة. ما بحبش الفيلة انا قاعد. طريق الكباش افرجك باباك ومامتك. قوم حيوان. تقعد يا استاذ انيس. لا طريق القوي انا. هو انا جريت وسبتك اه بس ده ما يمنعش ان انا كنت خايفة عليك قوي. تعرفي تتكلمي عدل اهو. ايوه بعرف اتكلم عدل وطول عمري بس انت اللي مش فاهم. علي انت ليه مش مصدق ان الموضوع مش غلاس عليك؟ انا مش عايزه ابيع البيت علشان جد الله يرحمه هو اللي وصلني بكده. ايه ده؟ هو انا عمري قلت لك ان انت حلوه قوي؟ لا انت عمرك ما قلت لي كده.
عمري ما سمعت منك غير شتيمه وسفاله وقله ادب ووقاحه. وانت يعني اللي بتسمعيني للاطلال ده؟ انت لسانك طول كده. طيب بقول لك ايه، ما تيجي نحاول نفتح صفحه جديده نعمل بعض باحترام شويه. موافقه. طب يلا على الاوضه. برنامج الاستاذ عمرو الليسي والدكتوره هبه فاضل عليه ربع ساعه يا دوب. يلا. انت بتضحكي بعد ما جدع الشلفط بسببك. ورده انت ايه اللي جابك؟ جيت عشان وحشتين. عندك اهو اشبعي. اه يا هيام، هيام تعالى هنا. انت رايح فين يا جدعان؟ مش قادر. في ايه؟ مراتي اروح وراها. مرات ايه يا ابو مرات؟ احنا ما اتفقناش على كده. ورحمه ابويا اطلع من هنا على النيابه على طول وقدم كل وصولات الامانه اللي انت كتبها على نفسك. واشوفك بقى يا حبيبي مشرف على البرش. ورده وحشتيني هبل هبل. بس يعني انا لازم اروح الحقها. ليه؟ لان دي المصلحه، دي اللي هنقفش منها الفلوس. اطلقها ارجع لك، بس انت خليكي قاعده زي ما انت كده حبيبتي. اوكي يا هيام. ماشي يا علي، اما اشوف اخرتها معاك. هيام ابعد عني يا علي. والله العظيم ما اعرف ان هي جايه. انت كداب وانا مش طايقاك. يعني ازاي مش طايقاني وبتضحكي في وشي واي كلام وخلاص يعني؟ سمير. سمير مين؟ سمير ده يا علي، ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه زي ده بالظبط اخر حاجه اتوقعها ان انتوا هنا في الاقصر. ليه يا سمير؟ اذا كنت انت اللي موصلنا بنفسك محطه القطر. انا؟ امال امي؟ امال انا ليه قاعد اتوقع طول الفتره دي؟ عشان انت حمار يا سمير. ما تغيرش الموضوع يا علي، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ايه اللي موقفك مع علي في وقت زي ده تحت شجره زي دي؟ عندك حق يا سمير، انا اسفه. وحشتني قوي قوي يا سمير بجد. دي الاقصر نورت. وحشتني ايه ونورت ايه وشجره؟ انت عبيط يا ابني، دي مراتي وخطيبتي. ايوه بس بقت مراتي. ايوه بس كانت خطيبتي. اه ده انت كنت تضرب في الاقصر بقى يا سمير. علي بلاش تفرج الاقصريين علينا. ايه وردتي يا روح قلبي جاي لك على طول اهو. وحشتيني. ايدك يا ابني، ايدك حاجه عشان انا مش فاضي اساسا. عندك هيشربها. اقف يا علي، اقف يا جبان. انا وحشتك بجد؟ لا. طب انت وحشتني؟ معرفش. طب انا هبات فين؟ والله العظيم لبات هنا معاكم في الاقصر. بس بقى استني. طيب استني عشان دوخان النيل. طيب اتوقعني يا سمير. يا ايه يا علي؟ بقالي ساعه بكلمك وما بتردش عليا. طب بقالي ساعه ما بردش عليك عشان تفهمي ان انا مش عايز ارد، وانا لازم استنى 10 ساعات ما ردش. ليه بقى غيران على المدام عشان خطيبها جاي يشوفها من مصر؟ انت بتقولي ايه؟ انا خير من سمير؟ طب بصي لي. طيب بصي لي، ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ ما الناس كلها كوبل زي ما بعضهم ومبسوطين. بصي البنت بتبص للواد ازاي؟ بصي المتعه اللي فيها الاثنين دول فيها ايه يعني؟ ما تبصي لي يعني. بصي بس بقى يا سمير، الجو حر فرهطتني. بقولك ايه، انا جيت هنا عشان انت زهقتني وقعدت تزن وما رضيتش تنزل من على وداني. بس كلمه كمان والله همشي واسيبك. ها سمير يا حبيبي. سمير يا مين؟ يا حبيبي. حبيبي ده امتى؟ ده امتى سمير؟ هو انا عمري ما قلت لك ان انا بحبك قوي؟ ده انا يعني انا عمري ما قلت لك ان فلوس الدنيا دي كلها ما تساويش لحظه واحده عايشها معاك؟ انا مش فاهم المركب بيقت كده ليه؟ ايه المركب الزباله اللي احنا فيها دي؟ انا لا اعرف ان المركب دي بتطلع ناس بيئه ما كنتش طلعت عليها اساسا. بيئه؟ بس اوعى كده. طب انا يا سمير. طب ارد انا. مين دول اللي بيئه؟ على فكره احنا هنا بفلوسنا، وسمير دفع فلوس كتيره قوي عشان يفسحني على المركب، صح يا حبيبي؟ يا هيام انا ما بحبش اقول الكلام ده. ايه يا نجيب يا ساويرس؟ انت فاهم انك دافع فلوس؟ طب انا بقى حلوه ان المركب دي تبع الفندق يعني بلوشي. استفدت ايه؟ استفدت ايه يعني؟ استفدت ليه بتضيع الكذبه الحلوه دي؟ بس هذا عبيط انت. مين اللي عبيط؟ مين اللي قال كده؟ اوعي امسكي. طيب اوعي انت. اوعي مين اللي عبيط يا علي؟ عبيط تانية يا علي واقسم بالله لا اجي لك اوريك شغل. وليه؟ ما كفايه عبيط الاولانيه واجي لك انا. عايز ايه؟ عايز ايه انت اللي جاي؟ لا انا جاي بس افصل شويه. بس بيقولوا الحوت اللي في مارينا حوت علينا. لا ياكلك يا سمير. انت ما تعرفوش يا علي ان انا برج الحوت. اه فايه بقى؟ فايه؟ فاكيد يعني الحوت لما يطلع يلاقيني برج الحوت فيقول لا ده سمير عادي يعني. بعدين احنا اتفقنا على ايه؟ بص لي هنا يا علي، مش قلنا نقسم المركب نصين؟ زي الاستاذه سعاد حسني والاستاذ شحات ابو كف؟ ولا لازم احط ملايات؟ ابو كف؟
طب تعالى بقى اكلك كف على قفاك يا زغرط. ثواني يا علي. تعالى يقف. ثواني يا هيام. ثواني. قول. اتفضل يا علي بيه. امشي. غبي غبي غبي. قول. حاضر. انت يا اختي فرحانه بلمه الرجاله حواليكي. بقول لك ايه، انا مش ناقصاكي خالص بتاعت الفراشه انت. انا بتاعت الفراشه؟ طيب والله لو اوريكي. انا عايز اعرف حاجه علي. انت ما تحبنيش ليه؟ طب سيبك مني انا يا سمير، اذ كل اسم شخص واحد في الدنيا بيحبك. امك الله يرحمها ماتت وهي بتولدك، قالت لك كده امتى؟ بس لو كانت عايشه. بس يا سمير بس. ايه بقى؟ ايه علي؟ ده هيام وقعت في الميه. ايه؟ وانت بالبرود ده عادي كده؟ انزل هات قبل، دي خطيبتك. ايوه بس مراتك. ايوه بس كانت خطيبتك. ايوه بس بقت مراتك. احنا هنقف نستظرف والبيت بتغرق. خد ده الموبايل ده عليه اغلى ما املك. ها؟ عليه افلام قبيحه؟ عليه العوض ومنه العوض. طب علي الباسورد. والله انا بوظه. ده بقى ده. علي. نعم. هو انت نطيت في الميه ورايا ليه؟ مفيش، لقيت الدنيا حر وقلت انزل اخد غطس. يعني ما نطيتش عشاني؟ لا، في جزء عشان بني ادم بتغرق قدامي. ده لو في كلب بيغرق كنت نزلت جدا. ماشي يا علي. طب انت عايزه تسمعي ايه؟ انا ستي صراحه حسيت ان انا خايف عليكي، لقيت نفسي فجاه. طيب وانت حسيت ان انت خايف عليا ليه؟ عشان بنت عمي. بس عشان بحبك. قولي تاني كده. عشان بحبك. ايه يا باشا؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ سرعت امي، مالك في ايه؟ مراتي. ما كله بيقول مراتي. كله بيقول مراتي. انت مالك؟ انت سوق، انت ساكت؟ معاك رخص ولا لا؟ معايا رخص. طب خد دي.
حاسس بحاجة عمري في يوم ما تخيلها فيه ده أنا في هواء بسهر بالساعة ولا بتنام عيني وأنا ويا بحس بحاجة عمري في يوم ما تخيلها فيه ده أنا في هواء بسهر بالساعة ولا بتنام عيني. هتبقى أب يا لول. عفارب عليك، رفعت راسنا، ألف مبروك. الله يخليك يا أستاذ أنيس، بس في حاجة صغيرة كده أنا مستغرب منها بس. خير؟ اختبار الحمل طلع فيه شرطتين، هل معنى كده إن هي حامل في توأم؟ حلوة، والله حلوة. حلوة طبعًا. لا نتكلم بجد بقى، أنا عايز أشكرك يا أستاذ أنيس. أشكرك على إيه يا ابني؟ لسه بدري، 9 شهور وولادة وكنز. لا لا أنا مش قصدي على الكنز، أنا عايز أشكرك إن أنت جوزتني هي أمي التعامل. أنت حبيتها توتة ولا إيه؟ تكسبنيش بقى يا انيس بقى. يبقى حبيته. ما قلنا ما تكسبنيش يا جدع. وانا قلت لك حبيته. ايه الكابوس اللي احنا فيه ده؟ انا هتجنن. ده حبها وحبيته واحنا زي المقاطف. اتكلمي عن نفسك يا ورده. انا مش مقطف. ورده هو مقطف دي من اللي اخترعها ومعناه ايه؟ انت سايب اللي احنا فيه وعايز تعرف ايه مقطف؟ وانتوا كلكم بتزعقوا لي ليه بقى؟ انا بفكر في الانتحار. انت اكبر من كده بكتير. لا ما انا بفكر بس. ده خد منك خطيبتك. اعمل اي حاجة. والله عايز اعمل بس اعمل ايه مش عارف. هي كيميا هنقع عليه وهي في بعض. عشان كلهم وهم ماشيين. سمعتكم؟ سمعت كل اللي بتقولوه. احنا اللي صوتنا عالي. لا انا اللي شاطر واروح ابلغ عنكم. ده رأيي يا دقلة. هو انت مش قبضت عشان تنقل اخبار علي الانيس؟ حصل وعلي الوطي اسامهم معايا. طب انا هديك قدهم مرتين بس تعمل اللي بقول لك عليه. اعمله واعمل ابوه. وانا ممكن اعمل اي حاجة اي حاجة بس هي بترجعلي. اسكت انت بس اسمعوني كويس بقى. علاقاتك برجالاتك يوم ورا يوم يبقى مسلامات. ربنا يخليكوا يا رجاله الفرحه وصلت والله بس من غير غنى عشان صوتكم زباله قوي الصراحه. ليه يا ابو علي؟ يا حسن يا ابو علي يا كبير انت. من غير غنى بقى يا اخي. روك ابو علي روك يا عم هتبقى اب. ايوه استوعدني بقى انك تسمي سمير حتى لو جبت واد يبقى سميه سمير. الله يبارك فيك يا سمير. لو اني يا جدع يعني حاسسها من ورا قلبك كده. لا والله العظيم يا علي من جوه قلبي من قدام قلبي كمان حتى اسال واد دقلة. والله العظيم الواد داوي يا ابني في ايه؟ احنا ماسكين ازايز بس لسه ما شربناش. صح انا اسف يا جماعه. والله من قدام قلبي يا علي. بعدين انا احب لك الخير يعني ده احنا اولاد منطقه واحده. اذا كان على هيام يعني هيام يعني كانت بالنسبه لي بنت ماشي معاها وخلاص. بنت ايه؟ لما تشتري نفسك خلاص يا علي خلاص. ده دليل الادب. خلاص بقى معلش بقى يا عم بقى احنا جايبين حاجات حرام بقى وقلنا نحتفل بمولود الجديد. لا لا مش هينفع دول انا اتاخرت قوي مش هينفع اتاخر اكتر من كده على ام العيال. والله العظيم لا انت متاخر يا اخي. يا اخي احنا هنحتفل بيك والله العظيم لا انت شارب معانا الحاجات دي كلها. طب عليا الطلاق بالثلاثه ما انا قاعد معاكم ولا شارب حاجه. ما كان بس قلت لنا عليا الطلاق بالثلاثه ما عايز ارمي معاكم. كانت ايام حلوه والله. ايام حلوه ده كان من دلوقتي. بس حلوه يا سمير النقطه اللي انت قلتها من شويه. والله ما قلت حاجه انا كنت بسمعها معاك. مين اللي قال؟ ده دولا اللي كان بيقولها. يا راجل. اه والله. طب لو دولا اللي كان بيقولها قولها انت تاني يا سمير. ازاي دي؟ يا خلاص يعني انت مصر تسمع مني انا. طب انا هقول لك يا علي. قول. مرة واحد اسمه علي المراكين. لا على اسمي؟ لا على انت. اتجوز واحدة اسمها ايام المراكين اللي كان خطيبتي انا. اه. فانا بقى يا سمير ما سكتش ورحت قعدت ادبر وعدنا انا وورده ودودا يخرب بيتك يا جدع. عايزين نكمل حلوه والله احلى من يا نهار اسود. انا اتاخرت قوي يا جدعان. وبعدين وبحرمونا ان احنا هنوقع بينك وبين ايام ان انت تخش الورده زي فيلم سلام يا صاحبي لما دخل على سوسن بدر. طب بقول لك ايه؟ ما توديني للاستاذه سوسن بدر. يا انت وفرت عليا متشكر قوي. يلا سلام سلام سلام. قلنا يا ما قلتي وانت قلنا واحنا يا عم مين بيقول يا يلا
نصبح على خير بقى يا سمير. لا مش هصبح على خير، انت رايح فين؟ ما دي اوضتك. علي علي هات بالراحه عشان ما انصحكش. تفتكر ان ممكن اوضه تجمعني انا وانت تاني؟ انا كان لازم افهم من الاول ان الوسخ يفضل وسخ طول الوقت وما بيتغيرش، حتى لما ابتديت احس انك نضفت اتريك بتعمل كل ده عشان احمل منك ونجيب الولد وتاخد الفلوس. لعلمك بقى الولد اللي في بطني ده ابني لوحدي، ومش هديه الاتنين اغراب عشان يروحوا يفتحوا بيه مقبره ويطلعوا كنز. انا مش هبيع ابني بالفلوس زي ما انت ممكن تبيع اي حد عشان خاطر الفلوس. لا يا شيخ، وانت ما اتجوزتنيش عشان الفلوس، ما بعتيش خطيبك عشان الفلوس، ما جيتيش معايا هنا الاقصر عشان الفلوس. كلنا بعنا، انا وانت وابوكي وامي وكل اللي حوالينا باعوا عشان الفلوس، مش انا بس اللي ابن كلب. لا مش انت لوحدك، بس انا من النهارده قررت ما بقاش بنت كلب تاني. انا راجعه مصر يا علي. ايه بربط الحبل ولا بنط الحبل؟ لا انت ما بتعملش حاجه خالص، انجز، هنتاخر. ما انا قصدها يا ايام، انت نجمه، اي نجمه بتاخر من 3 الى 5 ساعات في الطلعه. عايزين نطلع بقى. يلا اهو. ارحمني يا رب من الغباء. علي انت ايه اللي جابك؟ انا جاي عشان اقول لك ان انت اجدع بنت انا شفتها في حياتي. علي كل اللي بينا انتهى، امشي. علي ايه اللي جابك يا علي؟ امشي دلوقتي علي احسن لك، انا بقالي 3 ايام بلعب كونغ فو. امشي بدل ما هينا. بلاش مشاكل يا علي وتفضل امشي. ان كان علي في بطني انا هنزله وهنتطلق وكل حد فينا يروح لحاله. عيل ايه اللي هتنزليه؟ انت مراتي وانا مش هطلقك. يبقى هخلعك. يبقى هخلعك، وحشه قوي في حقك دي يا علي. امشي احسن لك يا علي بدل ما اعمل لك حركه الهونكشي فيها كسر الرقبه دي. خاف من هونك شي، لم شويه مشاعر ولم كده شويه، لم شويه. فاضيين اللعب العيال ده؟ انت هتفضلي معانا هنا في الفيلا لحد ما تولدي وناخد العيل ونجيب الكنز. طلعت بتتكلم عربي؟ انت ما بقتيش غريبه. اعرفك عزيز، مصري ابن مصري ومن صفه اللبن. ها
يعني انت طلعت نصابين؟ بعد حالك عايزك تتلم كده وتعقلي عشان نقعد مع بعض هنا فترة طويلة لغاية ما تولدي. في هدوء. تحب بقى أولدك طبيعي ولا سيزيريان؟ يبقى طبيعي. ما تتنيل تصحى احنا جايين ننام. ايه ده يا علي؟ بتزعله وانا نايم؟ ده النوم سلطان يا علي. ما تسيبه ينام يا علي، سيبه يا عم. ده احنا بقالنا 9 شهور عمالين نلف من صباحيه ربنا لصباحيه ربنا. الشمس طلعت علينا برضه. يا ابني مراتي ياض اللي اتخطفت وكانت حامل. زمان الوقت على وش ولادك. يا ترى انت فين يا هيام؟ يا حبيبتي يا هيام. يا ميتوت كمان حزقه؟ سعد عيونك يا حلوه. انت اللي حمار يا علي. اه عشان كان باين عليهم قوي ان هم حراميه. ولما كان باين عليهم قوي يا زكي ما كشفتهمش انت ليه؟ انا كنت سايبك انت اللي تقفسهم. اقفسهم؟ اه تقفسهم. وانت ايه بتبص ليه كده؟ لا على فكره ولاد ناس جدا. انا مره وانا بقابلهم لقيتهم دخلوا حته فيلا جامده جدا. فيلت ايه؟ فيلا في التجمع. انت كمان عارف مكانها وما قلتش المعلومه دي ليه من 9 شهور؟ ما حدش سالني. ما حدش سالك يا ابن العبيطه. اركب. بسم الله ما شاء الله. يا الخالق الناطي ابوك نفس الشبح معفن برضه. اهي اهي يا دي الفيلا يا جدعان. متاكد كده؟ احتمال. احتمال دي يعني متاكد؟ ما اعرفش. احنا معانا واحد غبي يا علي. هو بس الغبي؟ انزل انزل. ما تخافش يا علي. اوعى تخافش معانا تاني. هنعمل ايه بقى في الليله دي؟ انت معاك قصه تاني؟ علي! ثانية. لا 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 طب هتيجي شباك لي؟ يا لسه ابن الحراميه. هات الواد. خد يا علي. خد بقى التلفزيون يا علي. شايف ابنك تسبب فيه يا علي؟ شايف وصلنا ليه؟ لا 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 يكفي هذا. لم يتبقى سوى 5 دقائق وينتهي الفيلم. اهدى يا سعد. مش قادر ده اسفاف. انت مضيته ليه من الاول؟ كان علاء سوا تعمل ايه؟ السوبتي جه. يلا يا جماعه احنا واقفين على ايه؟ ايه اللي معطل؟ انا عايز افهم انا. ما يلا دي فلوس ناس. لهوي ايه في يا علي الاجتماع عليا ليه؟ لا مفيش حاجه حبيبي. لا ابدا السعداني متضايق وبيقول عايز امشي واسيب الفيلم. يمشي واسيب الفيلم؟ اه. والفيلم نعمل فيه ايه؟ ما نعملش فيه حاجه خلاص مش هكمل. غزولي تعالى اتصل بابوه. عليه ابويا يا حاج.
ما نشتكي لاشرف زكي ونخلص. لا لا بحضر خير. بقول لك يا عم محمد خد التاج ده اتكسر وانا مش عايز بيه فلوسي كمان. اتكسرت كمان التاج كسرت. خد مش عاوزين. يلا توكل على الله. كلوديا اسس ابو سريع. وانت يا حاج ايه رايك؟ انا يا اسس يا ابو سريع تعال له خد دي واديني باقي حقك. هو ده بقى حقك. خير يا محمد بيه يا منتج يا كبير. انا مشيت السعداني توكل على الله. الحمد لله. شوف احنا بندبر ايه وربنا بيكرمنا بايه من بدري يا عم محمد. مش مناسب وغير صالح. الحمد لله. الحمد لله كده تمام. ايوه كده يا عم بقى محمد ده. وبعدين لبس الفنوس الشعبيه دي عايزين نغيرها يعني. وانت يا استاذ ايه؟ انا عادي دعوه. تمام تمام. ايه رايكم بقى ان انا مش عايزكم انتوا كمان توكلوا على الله؟ والله الصراحه يعني ربنا ينجينا منك يا عم محمد. والراجل ده اسمه ايه؟ يونس وعصبي قوي. عصبي؟ غزولي ماشي المخرج. انا اول مره اشوف فرعوني من البرازيل. والله لا تعالك الشيف. اسم الشيف يا كلب. اوعى كده. انت اللي رشحتني. ايوه ليه؟ عشان كنت جايبك عشان ازل. عشان تزلني. ازل. تشغلني معاك ليه؟ اول فيلم تشتغل تشتغل فيه مع الصبح. ليه؟ انا رضيع يا واحد. ليه؟ طيب انت بتشتغل في اي حاجه. يا حاج يا كلب احنا بنبدا انت خلاص. ايه انت عبد الحليم حافظ. وانت بتقلق يعني انا مالي طيب. ماشي يا عم بيوم. ماشي يا عم بيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.